إسرائيل تقول: نحن لا نستطيع النوم من الحرب على أوكرانيا. وأنا أقول لهم: إذا لم تستطيعوا النوم بسبب حربنا على أوكرانيا، تخيل أنها دولة فلسطين، وحينها سيرتاح ضميرك. مع زيادة حدة التوترات على الصعيد الدولي وارتفاع مؤشرات قيام حرب عالمية ثالثة، ومع توتر العلاقات بين روسيا وإسرائيل خاصة منذ طرد روسيا لعائلة روشيلد اليهودية، ووجود تحذيرات بين موسكو وتل أبيب، فهل أصبحت الأمور على المحك بين إسرائيل وروسيا؟ ظهرت التوترات بين إسرائيل وروسيا بالتحديد عام 2017، بعدما انتهت مدة تعاقد عائلة روشيلد بالتحكم في البنك المركزي الروسي، وانتهاء تحكمها في طبع العملات الروسية. ومن جانبه أعلن الرئيس بوتين رفضه التجديد للعائلة اليهودية مرة ثانية، وقام بطردهم خارج الأراضي الروسية، وأعلن استقلال دولة روسيا رسميا. وبناء على هذه القرارات، أثار ذلك غضب إسرائيل، مما تسبب في ظهور التوترات بين دولة روسيا وإسرائيل وجعل الأمور أكثر تعقيدا. وفي لقاء مع وزير الخارجية الروسي، تم سؤاله عن كيفية ادعاء روسيا أنها بدأت الحرب من أجل أوكرانيا، في حين أن رئيس أوكرانيا زيلينسكي يهودي. وقد كانت إجابة الوزير صادمة بشكل كبير، حيث قال: من الممكن أن أكون مخطئ، ولكن هتلر كان من أصول يهودية، ولم يؤثر ذلك أو يغير من شيء على الإطلاق في قراراته التي كادت أن تخفي اليهود. وكانت تلك الإجابة صادمة جدا لإسرائيل، وبالأخص أنها كانت حريصة في تحسين علاقتها بدولة روسيا. وهذا جعل إسرائيل في حالة من الغضب الشديد، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن ذلك يعتبر خطأ تاريخي فادح، وأن اليهود لم يقوموا بما يسمى الهولوكوست، واستنكر ذلك التصريح الروسي بغضب شديد. ومن الأسباب الأخرى التي رفعت سقف التوترات بين إسرائيل وروسيا، هو قرار روسيا الأخير بغلق المنظمة اليهودية الإسرائيلية في موسكو، التي كانت تساعد اليهود الروس في الهجرة إلى إسرائيل ولجميع دول العالم. وقررت روسيا وقف جميع نشاطات تلك المنظمة داخل دولة روسيا بسبب قيام المنظمة بخرق القانون الروسي وخرق خصوصية المعلومات الروسية. واشنطن تطلب من إسرائيل لاتخاذ موقف معارض لدولة روسيا بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، حيث قامت إسرائيل بافتتاح مستشفى ميداني لمساعدة المصابين الأوكرانيين، وقامت إسرائيل بإعلان دعمها لأوكرانيا وللرئيس زيلينسكي. وهذا ما أثار غضب موسكو، حيث قام وزير الخارجية الروسي لافروف بتصريح هام، حيث قال: إن إسرائيل هي التي تسببت في زيادة التوترات، حيث قامت إسرائيل بالقصف وشن هجمات على المناطق المدنية داخل الحدود السورية، وقامت بتوجيه صواريخها لمناطق تركز الميليشيات الإيرانية. وقال لافروف: يجب على إسرائيل احترام قرارات مجلس الأمن الدولي واحترام الدولة السورية والحفاظ على سلامتها الإقليمية. ويرى المحللين السياسيين أن استمرار إسرائيل في قصف الأراضي السورية يؤدي إلى غضب شديد من جانب روسيا، مما سيتسبب في ارتفاع التوترات بينهم وربما حصول حرب أخرى. وفي ظل انعدام الاستقرار الحالي واستمرار الحرب في أوكرانيا، ومع ارتفاع حدة التوترات بين اليابان وروسيا بسبب دعم اليابان للغرب ضد روسيا، أعلنت روسيا رغبتها في القيام بمناورة عسكرية على جزر الكوير، مما يثار غضب اليابان. ومع احتدام العلاقات بين الصين واليابان بسبب سقوط صواريخ طويلة المدى في المنطقة الاقتصادية اليابانية بسبب قيام الصين بمناورات عسكرية على جزيرة تايوان، مما يشير إلى أن الاستقرار الدولي ليس في أفضل أحواله في الوقت الحالي. أعلن وزير الدفاع الياباني في تصريح له أن هناك سفن روسية بلغ عددها حوالي 10 سفن، قامت بالعبور بالقرب من اليابان في المحيط الهادي ودخلت بحر اليابان. وقال أيضا أن هناك سفن صينية عبرت من نفس الاتجاه، ويرى أن مرور كل من السفن الروسية والصينية بالقرب من سواحل اليابان مثير للقلق ويشير إلى أمر سيء، مما أثار تساؤل الخبراء عن سبب تحرك كل هذا الأسطول الروسي في اتجاه بحر اليابان.
وهنا يأتي السؤال المهم، هل هذا التحرك سببه دعم دولة الصين، وهي الحليف الأقوى لروسيا ضد الغرب في الوقت الحالي؟ أم أن هذا مجرد محاولة لاستعراض روسيا لقوتها لتقليل الضغط على جيوشها في أوكرانيا، والمحاولة لتقليل خسائر الأسطول الروسي في البحر الأسود؟ وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز بشكل غير مسبوق في أوروبا، روسيا تقوم بحرق الغاز بشكل غير مفهوم، حيث أوضحت الإذاعة البريطانية أن روسيا تقوم بحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي قرب فنلندا. وجاءت التقديرات أن روسيا تقوم بحرق غاز بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي كل يوم. وكان من المفترض أن يصدر ذلك الغاز إلى ألمانيا في السابق، وهذا تسبب في إثارة جدل واسع، ووجود مخاوف من انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الغاز، والذي من الممكن أن يتسبب في ذوبان الجليد في القطب الشمالي، والتسبب في كارثة كبيرة جداً،